أسعد الله أوقاتكم مشاهدين، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. مصدر مسؤول يكشف للغد المشرق عن ضبط خلية إرهابية حوثية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات بحق مسؤولين من الصف الأول في محافظة شبوة. استمرارا لمسلسل التضييق على المواطنين، ميليشيات الحوثي تحظر عددا من برامج التواصل المباشر ومحادثات الفيديو. وفريق الحوار الوطني الجنوبي يعقد لقاء موسعا بحضور السلطات المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى. أفاد مراسلنا في شبوة نقلا عن مصدر مسؤول ضبط خلية إرهابية حوثية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية بالمحافظة. وأوضح المصدر أن الخلية كانت تنوي استهداف عدد من قيادات المحافظة على رأسها المحافظ الشيخ عواض ابن الوزير العولقي، بالإضافة إلى عدد من قيادات التحالف العربي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية في شبوة. وكما أفاد المصدر أن الخلية الإرهابية زرعت خلال شهر أكتوبر الماضي عبوتين ناسفتين استهدفتا طقما عسكريا تابعا لقوات ألوية العمالقة، وكما تم تفجير عبوة ناسفة بطقم تابع لكتيبة الشهيد قطن كان على متنه مدير أمن سابق بالمحافظة، مما أدى إلى استشهاد نجله وإصابة ثلاثة آخرين. ويبقى معنا مراسلنا من شبوة جمال شنيتر. إذا جمال، يعني ما هي تفاصيل ضبط الخلية الإرهابية الحوثية والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية في محافظة شبوة؟ هل تسمعني جمال؟ يبدو أن فقدنا الاتصال، سنعود إليه لاحقا خلال هذه النشرة. وفي خبر آخر، استشهد طفل بقذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد ساعات من استشهاد والده في الجريمة ذاتها بمدينة تعز. وقالت مصادر طبية أن الطفل سامي سهيم العامري البالغ من العمر 3 أعوام توفي متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية يوم الأحد بشكل مباشر على منزلهم في حي المطار القديم بمدينة تعز. تجددت المواجهات بين القوات الجنوبية المرابطة بجبهة حبيل حناش المسيمير الحدودية من جهة والميليشيات الحوثية الإرهابية من جهة أخرى. وأفاد مصدر عسكري أن قوات اللواء العاشر صاعقة خاضت مواجهات شرسة مع الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وفشل الإنقلابيون في إحداث أي تقدم أو اختراق في الجبهة، وتكبدوا خسائر جسيمة في العتاد والأرواح ما دفع لاستهداف منازل المواطنين بالقصف العشوائي. وبالعودة إلى الخلية الإرهابية في شبوة، يعود إلينا مجددا مراسلنا جمال شنيتر. جمال، ما هي تفاصيل هذه أو ضبط هذه الخلية الإرهابية الحوثية والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة؟ هل تسمعني جمال؟ نعم، حقيقة نعم. حقيقة بجهود من البحث الجنائي وكذلك قوات الدفاع شبوة اللواء الثاني، تمكنت هذه الجهود إلى القبض على هذه الخلية الإرهابية الحوثية التي خططت لعدد من الأعمال الإجرامية، خاصة أن المحافظة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدد من هذه الأعمال. فكانت هناك يقظة الأمنية تمكنت من هذا بالضبط هذه الخلية التي كانت لها كثير من الأعمال في خاصة في عاصمة المحافظة ومحيطها، وكان ذلك بالتأكيد أنها يعني أثار ارتياح خاص في الشارع يعني في شبوة. تحديدا هذه الخلية استهدفت كانت دائما تستهدف القوات الجنوبية، خاصة من قوات العمالقة ودفاع شبوة. هناك عدد من الحوادث اللي تعرضت لها دفاع شبوة والعمالقة خلال الشهر
الشهرين الماضيين في عتب وكذلك في بعض المناطق الأخرى المديريات، لا سيما في مصينعة وفي أيضا نصاب وكذلك في بعض المديريات الجنوبية. وهذا الإنجاز بعد تنسيق مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية وكما قلت خاصة قوات الدفاع شبوة اللواء الثاني وكذلك فريق البحث الجنائي، وهذا أيضا نقطة إيجابية يدل على مدى يعني التضارب وأيضا التكامل للجهة الأمنية في المحافظة تحت طبعا توجيهات اللجنة الأمنية التي رأسها الأخ محافظ المحافظة. وبالمناسبة أيضا الأخ المحافظ كان من ضمن الأهداف التي خطط لها هذه القلية الحوثية لاستهدافها ومع بعض القيادات أيضا في السلطة المحلية والجهة الأمنية. شكرا جزيلا لك جمال شنيتر مراسلنا من شبوة على هذه التفاصيل. وبشأن التطورات العسكرية وتصعيد ميليشيات الحوثي على عدد من الجبهات، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من لحج عبد جابر علي، قائد ميداني لجبهة كراش، حمالة لقوات اللواء الخامس دعم وإسناد. مساء الخير سيد عبد، بداية ما هي آخر التطورات الميدانية وخاصة خروقات الميليشيات في جبهة حبيل حنش المسيمير الحدودية؟ مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين اختي العزيزة. نشكر قناة الغد المشرق على استضافة يعني اهتمامها بالنزول للتواصل مع الجبهات. الخروقات اللي تقوم بها الميليشيات الحوثية على مسرح العمليات لقوات اللواء الخامس دعم واسناد على جبهة سر الشمالة، هناك خروقات وقد قامت خلال اليومين الماضيين بمهاجمة القوات اللواء الخامس، ولكن قوات اللواء الخامس بقيادة الأخ العميد مختار النوبي قد صمدت أمام تغطرس هذه القوات وكثرت كل محاولاتهم للاجتياح أو للوصول إلى دفاعات قواتنا، وقواتنا عندها القدرة أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم. وهذا عندما تصدر التوجيهات من الأخ القائد مختار النوبي قائد اللواء الخامس وقائد محور كرش القتالي، قواتنا جاهزة يعني للخوض اي تقدم للصد لاي تقدم لقوات الحوثي الايرانيه، وعندنا القدره لننتقل الى الهجوم بعد التوجيهات التي نستلمها من الاخ الغائد الى 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 ما خلف ماوي وما خلف الراهده. قوات اللواء الخامس عندها القدره ان تدافع وان تهاجم. طيب بشأن ما تحدث سيد عبد، يعني لو تسهب لنا في موضوع جاهزية قوات الدعم والإسناد في ظل الخروقات الحوثية وفي ظل عدم تمديد الهدنة كذلك، كيف هي جاهزيتكم؟ جاهزية القتالية عندنا 100%، وعندنا القدرة أن ننتقل من 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 الدفاع إلى الهجوم. قوات اللواء الخامس جاهزة على أكمل وجه على خط الجبهة من حمالة إلى اتجاه يعني حماله باتجاه الراهده الى يعني الخطوط الدفاعي لقواتنا اتجاه ماوية حوامره. طيب اخيرا رسالتكم للقوات الجنوبيه وكذلك المواطنين في محافظه لحج سيد عبد. شو كيف السؤال؟ ما هي رسالتكم للقوات وكذلك المواطنين في محافظه لحج؟ والله رسالتنا ان احنا في القوات الجنوبيه اللي احنا يعني صامدون صمود يعني الجبال في متارسنا، واحنا لن نتلين من مواقعنا مهما يعني ضحينا ومهما يعني كلفنا ثمن. احنا سنظل ندافع عن ارض الجنوب يعني بكل ما نملك من قوه، ونقول للاخوه المواطنين في محافظه لحج عليهم الالتفاف خلف القوات المسلحه الجنوبيه وخلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف عبد جابر علي قائد ميداني لجبهة كرش حمالة لقوات اللواء الخامس دعم وإسناد، شكرا جزيلا لك. عززت قوات الحزام الأمني من وجودها في عدد من المواقع في مديرية المحفد بمحافظة أبيان، وقال العميد محسن الوالي خلال لقاء جمعه بمدير المديرية ورئيس المجلس الانتقالي وبعض القيادات العسكرية والأمنية إن قوات الحزام الأمني عززت مواقعها في الوديان ومواقع عدة في المحفد لمواصلة كبح نشاط عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية، ودفع الحزام الأمني بإحدى الكتائب الأمنية التابعة لوحدة وحدات الطوارئ معززة بالآليات والأفراد والسلاح.
أفاد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية حجبت مواقع التراسل الفوري بما فيها برنامج زوم لمحادثات الفيديو والاجتماعات عن بعد، وأن السكان لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه البرامج. تتجه ميليشيات الحوثي الإنقلابية إلى ممارسة مزيد من التضييق على اليمنيين في مختلف المحافظات. فبحسب مصادر محلية، حظرت ميليشيات الحوثي العديد من برامج التراسل الفوري عبر قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه بقوة السلاح. البرامج المحظورة شملت زوم وإيمو وجوجل دو وبرامج أخرى تستخدم في التواصل عبر تقنية الفيديو. وقبل ذلك بسنوات حظرت الميليشيات الإنقلابية برامج تواصل أخرى وأبطت برامج متعددة على المستخدمين عند أي هجوم أو دعوات للاحتجاج ضدها أو تنظيم حملات إلكترونية لكشف الانتهاكات التي تمارسها، وهي خطوة تهدف إلى التضييق على اليمنيين. وتقول مصادر مطلعة إن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تستخدم قطاع الاتصالات الذي يملك أكثر من 20 مليون مشترك كأداة من أدوات المعركة وتسخيره لخدمة أجندات الجماعة في مختلف الجوانب سيما الاستثمارية والاستخباراتية. ويعد القطاع من أهم القطاعات التي ترفد خزينة ميليشيات الحوثي بمليارات الريالات شهرياً، فضلاً عن نسب خصصتها على كل فاتورة اتصال تذهب لصالح صرعاها وجرحاها. وغير الحصول على المال، استخدمته في التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للسياسيين والعسكريين والمعارضين لها والمواطنين، ورصد تحركاتهم، وكذا في حجب المواقع الإخبارية المعارضة لها. إذ تكشف تقارير إعلامية عن قيام الميليشيات الإنقلابية بحجب أكثر من 200 موقع إخباري محليا وخارجيا عن المتابعين في اليمن، وذلك بعد إيقاف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة في أعقاب الانقلاب الذي نفذته على السلطات الدستورية في البلاد. وكل ذلك كان وما زال يهدف إلى التضييق على المواطنين ومنعهم في الحصول على المعلومة وأجبارهم على متابعة المواقع والوسائل الإعلامية التابعة لها. وأمام كل هذا تزيد الحاجة إلى شبكات اتصالات بعيدة عن سطوة ميليشيات الحوثي تضمن حرية المواطنين وأمنهم من كل أخطار الميليشيات الإنقلابية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض محمد المحيميد مهندس اتصالات. مساء الخير سيد محمد، بداية ماذا يعني حظر الميليشيات الحوثية عددا من برامج التواصل المباشر ومحادثات الفيديو من الناحية التقنية؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. في الحقيقة كما تفضلتم في التقرير، هذه ليست أول مرة تقدم فيها ميليشيات الحوثي على قطع وحظر برامج التواصل بسبب سيطرتها على قطاع الاتصالات والإنترنت، وهي تهدف من هذا القطع إلى أهداف كثيرة. الهدف الأول هو ربح مادي، بحيث أن استخدام المواطنين والمشتركين لهذه البرامج التي تقدم الاتصالات المرئية والصوتية بشكل مرئي بعد الاشتراك في الانترنت، هذه الخدمة المجانية يقطع على الحوثيين كثير من العوائد المباشرة من خلال الاتصال التلفوني المباشر، خاصة مع المغتربين في الخارج. وبالتالي هذا هو الهدف المادي الأول. عصابة الحوثي تريد من المشتركين أن يتلقوا أو يجروا الاتصالات عن طريق الاتصالات العادية التي تكون بمبالغ مالية. إذن فالهدف الأول هدف اقتصادي، أما الهدف الثاني فهو هدف أمني تجسسي، حيث تحاول عصابة الحوثي أن تسيطر على المكالمات وتترقبها وتتابعها، وهو أمر سهل بالنسبة للمكالمات العادية، بينما يكون أكثر صعوبة من خلال التطبيقات التي تحتاج إلى برامج أكثر تطورا وغالية الثمن من أجل التجسس عليها أو تهكير مكالماتها. وبالتالي يبدو أن عصابة الحوثي رأت أن الطريق الأسهل أمامها هو قطع وحظر هذه البرامج حتى لا يستخدمها المواطنون سواء في الداخل أو الخارج، والحجج كثيرة، إما الحجة الاقتصادية أو الحجة الأمنية كما أشرنا إلى ذلك. وأنا شخصيا لا أستبعد أن إيران زودت عصابة الحوثي ببرامج تجسسية، كما نشرت صحيفة انترسبت قبل يومين تقريرا مفصلا عن برامج تستخدمها هذه الأيام إيران في التجسس على المتظاهرين في الشوارع الإيرانية
ومن خلال هذه البرامج، وهي برامج خطيرة جدا حسب ما قرأت، استطاعت إيران اعتقال كثير من المواطنين والتجشش على مكالماتهم وتعقب مواقعهم. وبالتالي أنا في تقديري أن إيران ربما، أقول ربما، زودت إيران بمثل هذه البرامج التي للأسف تستخدم في التجشش والإضرار بالمواطنين. طيب، تضييق الميليشيات على المواطنين وإعاقة الوصول إلى هذه البرامج، ما هو تأثيرها على الأعمال المرتبطة بهذه التكنولوجيا وهذا النوع الخاص من البرامج؟ في الحقيقة العالم يعلم أنه خاصة مع جائحة كورونا استخدم برامج التواصل المرئي عن بعد مثل زوم ودو وغيرها من البرامج في تسيير كثير من الأعمال التي صاحبت الحظر بسبب جائحة كورونا، وبالتالي أصبحت هذه البرامج والتطبيقات جزء من نمط الحياة والعمل اليومي في مختلف دول العالم، ووفرت كثير من الأعمال والفرص بحيث استطاع كثير من الناس إدارة أعمالهم وأنشطتهم اليومية من منازلهم. كما أنا أجري معكم الآن المكالمة هذه وأنا في البيت وأنتم في القناة. وأيضا الجانب التعليمي، في كثير من دول العالم أصبح التعليم عن بعد والتعليم عن طريق هذه البرامج متاح جدا، ووفر كثير من الخدمات للناس وللأطفال وللطلاب في المدارس. نحن في اليمن للأسف نعاني من المأساة بشكل مضاعف ومكرر. في البداية ليس لدينا خدمة إنترنت أو اتصالات حديثة، بحيث أن الشركات وأنظمتها هذه قديمة ومتهالكة ومتخلفة عن ركب التطور في قطاع الاتصالات الذي وصل في العالم إلى الجيل الخامس والسادس، بينما في اليمن أغلب الشركات لا زالت في الجيل الثاني وربما الثالث. النقطة الثانية أن عصابة الحوثي تحارب هذه البرامج وتحاول منع المواطنين من استخدامها، وبالتالي تتضرر مصالحهم اليومية كما قلنا، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو الجامعي أو في قطاع المال والأعمال، حيث أن هذه سوء خدمة الإنترنت لا شك يؤثر على المنتج الاقتصادي اليومي وللمواطن البسيط وللدولة بشكل عام وللشعب اليمني، وبالتالي المأساة كبيرة. ولكن أحمل في نفس الوقت الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات ومجلس القيادة الرئاسي، أحملهم المسؤولية الأساس في تركهم لهذا القطاع، قطاع الاتصالات والإنترنت تحت سيطرة الحوثيين، رغم أن باستطاعة هذه الحكومة أن تنتشل هذا القطاع، خاصة أن على سبيل المثال الإنترنت أغلب المصادر التي تأتي إلى اليمن تمر عن طريق منافذ تتحكم فيها الحكومة الشرعية، ولكن تصل للأسف لعصابة الحوثي، وعصابة الحوثي هي من يتحكم في هذا القطاع المهم جدا وتستفيد منه ماليا وأمنيا وعسكريا. والحكومة الشرعية ووزارة الاتصالات لا يحركون ساكنا في هذا الباب على الإطلاق. قبل أي أسابيع، قبل أسابيع عصابة الحوثي استهدفت ميناء الضبة في شبوة النفطي، وحاولت استهداف السفن التي تدخل النفط، ونحن يعني في الحكومة الشرعية تحت أيدينا ورقة الإتصالات والضغط عليهم. ما هي الحلول لمواجهة مثل هذه القرارات الحوثية التي تحرم المواطنين من تلك الخدمات التكنولوجية؟ ما هي الحلول؟ نعم، أنا ذكرت ميناء الضبة، هذا الميناء الذي استهدف وكان قطاع الاتصالات حاضرا وأداة في هذا الاستهداف من خلال الطيران المسير الذي يتم التحكم به من قطاع الاتصالات والإنترنت، وكان على الحكومة الشرعية أن يكون لديها ردة فعل على هذا الحدث أو هذا الهجوم الإرهابي من خلال السعي على تحرير قطاع الاتصالات، لأنه استخدم وهو أداة مدنية، استخدم كأداة عسكرية ضد ميناء مدني. وأيضا بإمكان الحكومة الشرعية أن تمنع الشركات التي تستفيد من الموارد الاقتصادية الكبيرة على الأقل في المناطق المحررة وتدخل في عملية، إن لم يكن عملية تحرير بالقوة لهذا القطاع، على الأقل عملية تفاوضية مع عصابة الحوثي يتم فيها وضع خطوط حمراء في استخدام هذا القطاع في المعركة العسكرية، وأيضا تقاسم الإيرادات الاقتصادية على الأقل
بالنسبه التي تمثل لها المناطق الغير خاضعه لسيطره الحوثيين، لكن كما قلت سابقا الحكومه الشرعيه ووزاره الاتصالات ومجلس القياده تاركون لهذا القطاع، قطاع الاتصالات والانترنت، للحوثيين بقضه وقضيضه وبكل فوائده تذهب لعصابه الحوثي وليس لنا سوى الضرر منها. أنا أشكرك على هذه المداخلة، كان معنا مباشرة من الرياض محمد المحيميد مهندس اتصالات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عقد فريق الحوار الوطني الجنوبي لقاء موسعا جمع السلطات المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والمشايخ والشخصيات الاعتبارية في المجمع الحكومي بمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، التفاصيل في هذا التقرير. ضمن جولاتها الميدانية في محافظة أرخبيل سقطرى، عقد فريق الحوار الوطني الجنوبي لقاء موسعا مع السلطات المحلية والقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في المجمع الحكومي بمديرية قلنسية وعبد الكوري ثاني أكبر المدن في المحافظة. تكليف من أخ محافظ المحافظة، متواجدين مع الفريق في مديرية قلنسية وعبد الكوري باعتباري أحد أبناء المديرية وكذلك باعتباري قيادي في السلطة المحلية بالمحافظة. مجمل ما طرح في القاعة من الأخوة الحاضرين والمشاركين في هذا اللقاء يصب في مجرى واحد، هو تعزيز اللحمة الجنوبية أولا، وكذلك إدراك كل الإدراك بأنه أبناء الجنوب خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة يتطلعون إلى شراكة حقيقية وتوحيد الرؤى والصفوف، كذلك شكر كل الشكر لما تقدمه أو لما يقدمه المجلس الانتقالي على حرصه كل الحرص على أن تكون اللجنة وصلت إلى سقطرى رغم بعدها الجغرافي ورغم ما يتطلبه وقع سقطرى. أحب أن أشكر الأخ المحافظ المهندس رأفت الدغلي والأخ ناظم بن قبلان وكل قيادات المجلس الانتقالي وقيادات المجلس المحلي في محافظة سقطرى. اللقاء ناقش أهم القضايا التي تخدم المجتمع الجنوبي والتي من شأنها أن توحد الصف وتعمل على خلق شراكة وطنية حقيقية تسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية للجنوبيين. نشكر سيادة الرئيس الفد عيدروس بن قاسم الزبيدي على تشكيله لهذه اللجنة، لجنة الحوار الجنوبي، واليوم هي معنا في سقطرى ناقشت أهم القضايا مع كافة القوى السياسية والمرأة والشباب وجميع القطاعات في سقطرى، ناقشنا بكل أريحية وندعو جميع أبناء الجنوب للاصطفاف الجنوبي لاستعادة دولة الجنوب. نحن هذه القضية تهم نحن وهذه القضية تهم الجنوب كلها، ونحن مع الجنوب، نحن مع الجنوب، مع القضية الجنوب حتى تتحقق إن شاء الله بإرادة الله تتحقق. ولا ننسى دور الرئيس أدروس قاسم الزبيدي أنه هو اللي حرك هذا الشيء حتى توصل القضية إلى الجنوب، وهي قاعدة الحمد لله إن شاء الله هذه قضية الجنوب بتمشي إن شاء الله براءة الله الجنوب. وتأتي هذه اللقاءات ضمن البرامج المعد لها مسبقا من قيادة فريق الحوار الجنوبي وبتوجيهات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي. وينضم إلينا عبر الهاتف عبد السلام مسعد نائب رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي من سقطرى. مساء الخير سيد عبد السلام، إذا اجتماعات فريق الحوار الوطني الجنوبي كيف تنعكس على الحياة العامة للمواطنين وماذا تقدم لهم؟ السلام عليكم، أحييكم وأحيي ضيوفكم وكل المشاهدين الكرام، شكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا بك. الحقيقة نحن عدنا من يوم البارحة بعد قضاء أسبوع كامل في محافظة أرخبيل سقطرى، والتقينا بكل الأطراف السلطة المحلية وقادة فرق الأحزاب والمكونات الجنوبية والمرأة والشباب والأكاديميين والمجلس العام لأبناء مهرة وسقطرى وأيضا الشخصيات الاجتماعية، وكان هذا فرصة طيبة أن نستمع إلى آرائهم، أن نتعرف على هذه المحافظة الثرية الغنية في طبيعتها وفي تاريخها وفي تقاليدها. كان هدفنا أن نصل إلى هذه المحافظة من أجل
العمل بشكل مشترك على مناقشة القضايا الوطنية العامة التي تهم كل أبناء القلوب من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، من أجل وحدة الصف الوطني الجنوبي ومن أجل بحث الأرضية المشتركة من أجل استعادة الدولة الوطنية الجنوبية الفيدرالية. وكذلك وضع خلق قطيعة مع الماضي الصراعات، ونتحول إلى استنهاض كل الطاقات والإمكانيات الجنوبية من أجل وحدة الصف الجنوبي ومن أجل سحب يد الحوار الوطني إلى ثقافة وطنية عامة يشترك فيها كل أبناء الجنوب. وفي الحقيقة لمسنا في هذه المحافظة ما يسر خاطرنا وما أيضا يحقق نفس الأهداف، ولمسنا روح وطنية عالية جدا في هذه المحافظة من كل الجهات الحكومية والقوى السياسية والعسكرية والأمنية ومن الشخصيات الاجتماعية ومن الشباب ومن المرأة. لمسنا موقف وطني مشرف وعالي المستوى، والحقيقة هذه المحافظة رغم تهميشها ورغم صعوبة الحياة الموجودة فيها ورغم بعض الإهمال الموجود من قبل السلطات الحكومية، لكن الموقف الوطني في هذه المحافظة كان مشرف، وحقيقة الجميع يتحدث بلغة واحدة في الدعوة إلى استعادة الدولة الوطنية الجنوبية وبنائها بناء وطني فيدرالي يحقق لكل محافظة وكيان جنوبي الحق في إدارة سلطته وفي الحق في إدارة الثروة والأمن طيب. العام والوظيفة العامة. طيب ما هي رسالتكم في فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي إلى المواطنين وخاصة في سقطرة؟ سقطرة هي تحتاج كل الدعم والاهتمام، وهي ليست، أنا أستطيع أن أقول ليست رسالة إلى الشعب في أرخبيل سقطرة. نحن تعلمنا من الشعب في أرخبيل سقطرة التعايش، تعلمنا منهم السلام، تعلمنا منهم كيفية الحفاظ على الأعراف والتقاليد، الأمن والاستقرار الموجود هناك. كل ما نريد من الشعب في سقطرة إلى أن يستنهض أكثر وأن يهتم أكثر فيما يتعلق في حياته ومستوى معيشة المواطنين، هذا إذا ما ساعدت الحكومة المركزية في أن ترمي بثقل أكبر إلى هذه المحافظة التي طالها التهميش. وأكرر هذه العبارة مرة أخرى لأنها همشة هذه المحافظة وهي يعني عين وقلب الجنوب ورمز الجنوب، وهبها الله بما لم يهب أي قطعة من الأرض في العالم كما هبها هذه سقطرة. لكن سقطرة علمتنا الكثير من التعايش ومن السلم ومن الأمان ومن الحرية ومن الرجولة والشموخ. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف عبد السلام مسعد نائب رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي من سقطرة. ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سير عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل. وشدد الدكتور معين عبد الملك خلال اجتماعه برئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب على أهمية استكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد إلى الخزينة العامة للدولة، موجها بالالتزام بالقوانين النافذة في تحصيل الضرائب والجمارك وعدم فرض أي جبايات غير قانونية. وقع في العاصمة عدن عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن لتشغيل 12 مشروعا لمياه الشرب في محافظات حضرموت وأبيان ولحج. ويسهم مشروع الطاقة المتجددة في الوصول إلى مصادر مياه نظيفة وآمنة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ورفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب وتحقيقا لاستفادة أكثر من 62
ألف مستفيد من الفئات الأشد احتياجا. ويأتي هذا المشروع بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية. نجتمع اليوم في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، والذي يأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأشقاء في الجمهورية اليمنية بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وبإشراف ودعم مباشر من سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. هذا المشروع الحيوي الهام الذي تنفذه مؤسسة صلة للأعمال الإنسانية، وذلك برعاية ثلاثية مشتركة من برنامج الخليج العربي إكفند ممثلة برئيس إكفند الأمير عبد العزيز بن طلال، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلة بالسفير محمد آل جابر، ومؤسسة صلة للتنمية ممثلة بالمدير التنفيذي أستاذ علي حسن باشماغ. وتهدف الاتفاقية إلى استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في 5 محافظات يمنية. كلفت هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي في اجتماعها الدوري لجنة أمنية وعسكرية مشتركة للنزول إلى منطقة رأس العارة بمحافظة لحج للتحقق من أي استحداثات في الشريط الساحلي. وأهابت هيئة الرئاسة برئيس حكومة المناصفة سرعة صرف العلاوات السنوية والتسويات الخاصة بموظفي الدولة المتوقفة في البنك المركزي. كما وجهت هيئة الرئاسة في السياق قيادة القوات البرية برفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية في مختلف الجبهات للتعامل مع أي استفزازات قد تقدم عليها الميليشيات الإرهابية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مستشفى شبوة العام تحتفل بإنجاز 1000 عملية جراحية منذ افتتاحها. من جديد أهلا بكم. تتواصل أعمال تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل واسعة للخط الدولي العلم دوفاس في محافظة أبيان، وتستمر الفرق الفنية الهندسية للجهة المنفذة للمشروع بأعمالها في تعبيد الخط الحيوي الرابط بين العاصمة عدن والمحافظات الشرقية المجاورة، إضافة إلى سلطنة عمان والسعودية. أطلق وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بدء العمل بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بتصميم تقني حديث ومعايير ومواصفات رقمية. وأوضح وزير النقل أن الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للوزارة جاء لتحقيق الريادة في الأداء والتطوير المستمر في مختلف جوانب عمل الوزارة المؤسسية، وبما ينسجم مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دورا بارزا في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن رحلة توعوية ترفيهية وبازارا خيريا للمريضات والناجيات من سرطان الثدي، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. ضمن أنشطة وفعاليات شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن رحلة توعوية ترفيهية وبازارا خيريا للمريضات والناجيات من سرطان الثدي. طبعا في هذا اليوم الجميل نختتم فعاليات شهر أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال الرحلة الترفيهية والبازار الخيري لمريضات ومحاربات سرطان الثدي. طبعا نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان أقمنا العديد من الفعاليات والبرامج بالشراكة مع فريق أنصار مرضى السرطان، قمنا الحملة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، قمنا بتوزيع الاستاندات التوعوية التثقيفية للمولات والمستشفيات وكذلك البروشورات والملصقات. بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي تقيم المؤسسة الوطنية مكافحة السرطان العديد من الأنشطة والفعاليات
في شهر أكتوبر. قمنا بالنزول إلى عديد من المحافظات مثل يافع وغيرها، وأقمنا عديد من التوعيات والدورات التوعوية بخصوص البريست كانسر في عديد برضو من المؤسسات. واليوم معنا رحلة ترفيهية طبعا برعاية السنابل تشمل العديد من المسابقات. الرحلة الترفيهية التوعوية تخللتها عدد من الفقرات المتنوعة وإقامة بازار خيري يعود بالنفع لمرضى السرطان، كما أقيمت ندوة توعوية حول المرض وكيفية التعامل معه. شكر خاص لمؤسسة السرطان الداعمة للمريضات واهتمامهم ورعايتهم للمريضات بتقديم الأنشطة والأنشطة الترفيهية في أكتوبر الوردي العالمي لهذا الشهر. أتينا هنا للمشاركة مع المؤسسة الوطنية، وهي من أفضل المؤسسات التي تقوم في أكتوبر الوردي الذي تعمل من أجلنا ومن أجل كل ناجية وكل مريضة في الدعم سواء النفسي أو المادي. مرضى السرطان في البلاد الفئة المنسية التي ينهشها المرض في ظل غياب الاهتمام والدعم، وأتت هذه اللفتة للتذكير بهم ولتخفف جزءا من معاناتهم ولو نفسيا. صالح حنش، الغدو المشرق، عدن. أقامت هيئة مستشفى شبوة العام احتفالا تكريميا بمناسبة بلوغ العمليات إلى 1000 عملية متنوعة، حيث تم في الحفل تكريم الأطباء ومساعديهم والفنيين والإداريين وجميع منتسبي المستشفى. حريا بأسرة هيئة مستشفى شبوة العام أن تحتفل بهذا الإنجاز الكبير. إجراء 1000 عملية جراحية في أقل من 6 أشهر منذ تأسيس المستشفى، والذي شكل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في هذه المحافظة. الإنجاز اللي تم ده إنجاز فريق متكامل من كافة أفراد الأقسام المختلفة في المستشفى، طبعا بنهدلهم هذا الفخر بهذا الإنجاز والنجاح. توصلنا لرقم تخطى 1000 عملية في هذه الفترة، ده إنجاز بدون مضاعفات في عالم المستشفيات. وجود هذا الرقم بدون مضاعفات ده إنجاز كبير ينسب للأطباء والتخدير والجراحين وكافة من شارك في هذا الإنجاز من كافة الأقسام في هذه المستشفى. إنجاز فريد في فترة قياسية عكس تجانس وتكامل جميع منتسبي المستشفى من الإدارة والأطباء والمساعدين وغيرهم كأسرة واحدة، هدفها تقديم خدمة طبية نوعية ومجانية للمرضى. اليوم سعيدين جدا بهذا الإنجاز الذي تحقق، وفي مقدمة الاحتفال هذا نقدم الشكر لمؤسسة خليفة بن زايد على دعمها للمستشفى، ونقدم شكرا لإدارة الشركة الهندية وإدارة المستشفيات الممثلة بالدكتور أحمد، ولسيادة محافظ شبوة الشيخ عوض بالوزير على هذا العمل الممتاز وهذا الإنجاز العظيم، لأنه في خلال فترة قصيرة جدا، وفي طبعا في المتعارف عليه أنه خلال 6 أشهر الأولى تكون هناك مرحلة بناء المستشفى، ونحن تخطينا هذه المرحلة إلى مرحلة إنجاز 1000 حالة في 6 أشهر الأولى، ويعتبر هذا إنجاز للطاقم الطبي. ومن مثل 1000 حالة فيها حالات نادرة لأول مرة تحصل المحافظة. محافظة شبوة صراحة كانت محافظة نوعا ما محرومة من الخدمات الطبية المتميزة، وكذلك بعيدة عن أقرب المناطق بالنسبة لها يعني. فمن البداية يعني كان المريض مضطر أنه يسافر خارج المحافظة أحيانا حتى الأشياء بسيطة، فتوفر مستشفى يلم كوكبة من أفضل الاستشاريين والجراحين والأطباء الباطنية ومختلف التخصصات يعني شيء صراحة رائع، ووفر على المريض أو على كثير من المرضى السفر أو البحث عن الخدمة في أماكن أخرى. تسعى إدارة المستشفى إلى المزيد من التطور والارتقاء بدعم من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وفقا لخطط زمنية مرسومة، في ظل ارتياح شعبي واسع من أبناء المحافظة تجاه هذا المستشفى. جمال شنيتر، لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.
توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض وفق ما أعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعتبر الشيف أسامة السيد واحدا من أشهر الأسماء في مجال الطبخ في العالم العربي، ويعد الشيف أول من قدم برنامج طبخ على الفضائيات العربية، وذلك في عام 91 بعنوان بالهنا والشفاء، كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي. يخطط إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر لفرض رسوم تقدر بنحو $20 شهريا على الحسابات الموثقة ممن يرغب أصحابها الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء. وأكد ماسك بأنه لا يمكنهم الاعتماد كليا على المعلنين لتسديد الفواتير المترتبة على المنصة. وتخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ $5 شهريا والذي يسمى بتويتر الأزرق إلى $20 في الشهر. وستقترح المنصة المزيد من الميزات بما في ذلك عملية التحقق لجعل قيمة الاشتراك تتناسب مع ارتفاع التكلفة. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين. مصدر مسؤول يكشف للغد المشرق عن ضبط خلية إرهابية حوثية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات بحق مسؤولين من الصف الأول في محافظة شبوة. استمرارا لمسلسل التضييق على المواطنين، ميليشيات الحوثي تحظر عددا من برامج التواصل المباشر ومحادثات الفيديو. وفريق الحوار الوطني الجنوبي يعقد لقاء موسعا بحضور السلطات المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.